طيب، واحدة من التفاصيل المهمة اللي أنا عايز أشوف أنتوا رصدتوها إزاي وشفتوها إزاي بعينيكوا هي فكرة الممشى الشواطئ المجانية، اللي هي التفاصيل اللي بتهم القطاع الأكبر والشريحة الأكبر من مجتمعنا، إن هو يقدر يجي ويقضي أجازة في منتهى الجمال وفي نفس الوقت ما يصرفش كتير. إيه التفاصيل اللي أنتوا شفتوها هنا اللي تقدروا توصلوها الناس، تقول لهم ان مثلا انت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يا اما من غير فلوس يا اما بفلوس زهيدة؟ انا عايز اقول لك ان احنا اشتغلنا على ده من بدايه التغطيه بتاعتنا في سي بي سي. احنا طبعا عندنا 14 كيلو متر مفتوح، يعني معلم سياحي مفتوح ومعلم بيئي مفتوح، 14 كيلو متر الناس بتقدر تتحرك عليهم بمنتهى البساطه بمنتهى الاريحيه، وعلى طول ال 14 كيلو متر في حاجات مختلفه ايوه وفي فعاليات مختلفه. اصلا يعني عايز اقول لك ابراهيم انه فكره لمه الناس نفسها على الممشى دي فعاليه لوحدها، ده حقيقي. يعني انا مجرد بس ما تنزل على بدايه الممشى ناحيه اومول فتلاقي تجمع الناس، فتحس ان انت في فرح والناس نفسها مبسوطه ان هم متجمعين، لانه احنا صحيح. في ايام الشغل احنا صعب ان احنا نتجمع التجمع الجميل ده، ايوه ففكره تجمع الناس دي في حد ذاتها فعاليه. النقطة الثانية انه على مدار او على طول الممشى في فعاليات مختلفة، يعني انت عندك منطقة النورث سكوير مفتوح كل الناس بتقدر تدخل، احنا بنشوف ده باستمرار، احنا نفسنا بندخل النورث سكوير عشان نتصور ونقعد مع بعض ونقابل بعض هناك. عندنا المول كمان مفتوح بتفاصيله الحلوه باضاءاته الجميله. عندنا كمان هنا طبعا بدايه بقى من منطقه ترفيهيه نتكلم عن الشواطئ المجانيه اللي موجوده هنا اللي خاصتها الشركه المتحده، نتكلم كمان عن شاطئ ذوي الهمم وطلاب الجامعات المفتوح برضو بالمجان، نتكلم عن المنطقه الترفيهيه اللي بتضم فعاليات كتير جدا زي ما كان نور بيقول دلوقتي فعاليات بالمجان. الحقيقه يعني المنطقه الترفيهيه كمان بقت نقدر نقول مبيت، ونقدر نقول بقت من الثوابت، اي حد بيدخل مدينه العالمين لازم يروح المنطقه الترفيهيه عشان خاطر اللي موجود فيها. يعني احنا بنتكلم في ملاعب، في انشطه خاصه بالاطفال، في عروض خاصه بوزاره الثقافه، في فرق الفنون الشعبيه والسيرك القومي وعروض الكورال وغيره. فالحاجات ديت احنا كنا متابعينها بشكل مستمر من بدايه المهرجان لغايه النهارده، وبنتكلم عنها وبنعرضها للناس، والناس يعني انا جالي تليفونات من ناس متابعانا وناس نعرفهم بيقولوا لنا بقى انتوا قلتوا لنا على الشواطئ المجانيه وقلتوا لنا على الفعاليات اللي بتحصل وقلتوا لنا نروح فين ونعمل ايه، طب قولوا لنا بقى نيجي على مين ازاي. أي. فوصفنا لهم، يعني احنا الحقيقه ده حقيقي، يعني وصفنا لهم ان وزاره النقل عملت خصصت اتوبيسات بتحرك من القاهره في المواعيد الفلانيه، اتوبيسات بتحرك من اسكندريه في المواعيد الفلانيه، كانوا بيكلموني من القاهره، وبالفعل حجزوا وتحركوا في الباصات اللي خاصتها وزاره النقل ووصلوا هنا لغايه مدينه العالمين وابتدى يومهم، وبعدين تابعونا بقى على التليفون. يعني خلاص بقينا مرشدين سياحيين، يعني نعمل ايه بقى، خلاص احنا خلصنا البحر اتحرك على فين، طب اقول لهم يا جماعه خلي بالكم النهارده في حفله مثلا لكذا فتقدر تحجز من تذكرتي عشان تحضر الحفله، طب خلي بالكم ما يبقى في النهارده عرض مثلا لفرقه الانفوشي في المنطقه الترفيهيه الاولاد هتبسطوا بيها، خلي بالكم نبته لسه شغال فتقدروا تدخلوا نبته. فالحقيقه التفاصيل اللي حصلت في مهرجان العالمين سواء كانت المجانية أو غيرها، وكمان اللي قدمته الشركة المتحدة من إتاحة لكل الفئات ولكل الأسر ومناسبة لكل الناس، خلت في حالة كبيرة جدا من الرواج وحالة كبيرة جدا من الإقبال، وحملتنا احنا بقى كناس بتشتغل في الميديا المسؤولية، احنا جايين بقى نعمل لكم اختبار بقى نشوف بقى الكلام ده صح ولا مش صح. صحيح. لكن الحمد لله الناس كانت بتيجي بتلاقي الكلام ده مظبوط وبتتبسط وبتستمتع بأجواء مهرجان العالمين الجديدة. وبنقول تاني للناس انه على طول 14 كيلومتر ممشى سياحي مفتوح تقدروا تتبسطوا بكل التفاصيل اللي فيه، واكبر واهم التفاصيل اللي موجوده فيه هو تجمع المصريين اللي موجودين على الممشى السياحي بشكل مستمر، وكمان الضيوف من الاشقاء العرب او من الاصدقاء من الدول الاجنبيه اللي موجودين في مدينه العالمين الجديده.